مباراة ودية تتحول لكارثة، والإصابات في ملاعب كرة القدم حدث ولا حرج، فماذا في آخر التفاصيل؟ ثوان بين الحياة والموت، هكذا يصف بعض الأطباء بلع اللسان الذي يتعرض له الكثير من اللاعبين حتى على أعلى مستويات كرة القدم، وأودى بحياة العديد منهم، حتى أطلق عليه البعض قاتل اللاعبين. ولا يكاد يمر موسم إلا وتتعدد فيه حالات بلع اللسان، فقد تعرض لاعب نادي بور فؤاد والزمالك السابق حسام عرفات أمس لحالة صحية طارئة أثناء مباراة ودية لفريقه مع نادي الجمالك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد من دوري الدرجة الثانية. وقال المشرف العام على الكرة لنادي بور فؤاد أحمد رضوان لصحيفة المصري اليوم إن عرفات بلع لسانه بعد تدخل عنيف من لاعب الجمالك، وقد نقل اللاعب إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة بورسعيد ويتم وضعه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة. وأوضح رضوان حالة عرفات مستقرة خصوصاً بعد إسعافه في أرض الملعب من قبل الجهاز الطبي. يحدث في الواقع عند من يبتلع لسانه هو أن عضلة اللسان ترتخي فيرتد إلى الخلف نحو الحلق، ما يسبب إغلاق مجرى التنفس، وهذا أمر لا يحدث في الوضع الطبيعي للإنسان، ولكنه قد ينتج عنه إصابات معينة تؤدي لفقدان الوعي مثل التعرض لإصابة بالدماغ أثناء اللعب كالسقوط على الأرض أو الاصطدام بالعارضة أو لاعب آخر. وتجدر الإشارة وفي إطار هذه الحوادث لن تنسى جماهير كرة القدم الإنجليزية ما حصل مع قائد فريق تشيلسي جون تيري التي وقعت في موسم 2006-2007 عندما أنقذ طبيب أرسنال جاري لوين حياة نجم المنتخب الإنجليزي عندما بلع لسانه إثر فقدانه الوعي نتيجة ركلة في الرأس من منافسه أثناء التنافس على الكرة، إذ تصادف وجود طبيب الفريق المنافس بالقرب من مكان سقوطه فسارع بإسعافه وأنقذ حياته. وهناك حادثة شهيرة وقريبة وقعت في مارس أذار عام 2017 عندما فقد النجم الإسباني فرناندو توريس الوعي خلال مباراة فريقه السابق أتلتيكو مدريد أمام ديبورتيفو لاكورونيا وبلع لسانه نتيجة اصطدام عنيف جدا بالمنافس، وتم إنقاذ حياته أيضا. لكل منا تصوراته وانطباعاته ومفهومه الخاص عن كرة القدم، فهي روح وإثارة وفن جماعي وحملت أسماء وأوصافا لا حصر لها كالساحرة والمعشوقة المدورة لكونها الرياضة الشعبية الأكثر شهرة على مر الأزمان، إلا أن جانبها المظلم يبقى يشكل خطراً.